شكرا جزيلا دكتور الرئيس. ويعني في اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واللي هو بيتضمن تمويل في حدود 9 مليار دولار، 3 مليار دولار من الصندوق ومليار دولار من صندوق الاستدامه والمرونه و5 مليار دولار من الشركاء الدوليين، هترتكز السياسه الماليه في مع البرنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لاقل من 80%، وايضا ضبط احتياجات التمويليه الاجماليه، وايضا الاستمرار في سياسه الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجيه الايرادات الحكوميه متوسطه الاجل وتحسين كفاءه وفعاليه وتدرج النظام الضريبي عن طريق زياده القاعده الضريبيه والاقتصاد ضم الاقتصاد الغير رسمي لتحقيق فائض اولي مستدام، وايضا تخفيض عجز الموازنه. ايضا هنستمر في الاصلاحات الهيكليه للماليه العامه اللي هتهدف الى زياده تحسين تكوين الموازنه العامه وتعزيز الحوكمه والمساءله والشفافيه ودعم اهداف التخفيف من اثار تغير المناخ. ايضا هنستمر في تعزيز الحمايه الاجتماعيه من خلال تبني حزم متعدده من اجراءات الحمايه الاجتماعيه، والتي ايضا يمكن خلال الفتره اللي فاتت الحكومه اعلنت على عدد منها في شهر ابريل وفي شهر سبتمبر ومؤخرا امبارح وامبارح وبالامس مؤخرا، وده اللي هو في اطار السياسات الماليه للبرنامج مع صندوق النقد. شكرا جزيلا.